السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. وإلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم ما الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم راح نحضر معكم طلبية تاع البقلاوة، سنيوة تاع البقلاوة، القطر تاعها 36 سنتيمتر. هذا هو الصينية اللي راح ندير فيها البقلاوة. إذا باش ندير هاد البقلاوة واش راح نحتاج؟ هنا راح نكيل بهاد البول، هاد الغرفية، راح ندير 4 كيلات تاع الفارينة. بسم الله، راح نكيل هنا معاكم. هنا الفارينة أنا غربلتها كامل وجدتها. الفارينة دائما نستعمل أنايا فارينة تاع سي، كيما راكم تلاحظوا تكون ممسوحة. إذا هذه الكيلة الأولى هنا بالنسبة للعجينة، ومن بعد كي نكمل العجينة ونخدموا العجينة، ومن بعد راح نعطيكم المقادير تاع الحشو تاع هاد البقلاوة. هذه الكيلة الثانية، وهذه الكيلة الثالثة، والكيلة الرابعة والأخيرة. دائما ديروا كيلات ممسوحين، وبنفس الغرفية أو البول اللي كيلت به الفارينة نمسحو مليح. راح نكيل به السمن. هنا السمن راح نستعمل مدينة، بما انه رانا في فصل الشتاء نستخدمو السمن. السمن راح تساعدنا باش نبسو، لانه الا كنا درنا الزبدة، الزبدة راح ديرنا هذوك الحبيبات الصغار كيما تاع الطعام، وجينا صعيبة باش نتحكمو فيها. يعني مستحسن انه نستعملو السمن. السمن راح نستعمل مدينة، ديرو مدينة ولا المرجان، دائما نستخدم هاد الزوج. لان قبل ما ندير السمن هنا راح ندير كذلك رشه تاع الملح باش ما يجيش الذوق تاع العجينه تاعي صامت. بسم الله، ناخذ رشه صغيره فقط هكا، وناخذ هنايا كميه صغيره تاع لافاني باش تمد لنا هذيك الرائحه طيبه هكا. بعد ما درت كامل هاد المكونات الجافة، الآن نروح ندير الزبدة. دخلت مباشرة طريقة التحضير، لأنه الفيديو راح يجي شوية طويل. على بالكم بلي البقلاوة لازم لها خدمة ولازم الشرح بالتفصيل المهم. بسم الله، هنا كيما راكم تلاحظوا السمن تاعي ذوبتها وراهي كيما نقولوا باردة، لازم ضروري جدا تكون باردة. وراح نكيل هنا الكيلة تاعي تاع السمن، كيلة مملوءة هاي هكدا. بسم الله، نحط حفرة وفرغ السمن تاعي. أنا دائما هذيك تبقى لي في البول نمسح بها بالفارينة حتى ناخذ كامل الكمية هذيك هكدا. واش راح نعمل دوك؟ راح نبسس العجينه تاعي مليح ب راحه اليد، نبسس الفارينه مع السمن هذا. بسم الله، هكا ونبدا نبسس. شوفوا يعني تجيني سهله، لكن لو كان ندير الزبده ودرجه الحراره اللي راهي منخفضه هاد الايامات راح دير لي كامل واحد الحبيبات، يعني يجوا صامطين يعني واعرين باش نحوهم غير الا استعملنا الغربال. اذا نبسس مليح العجينه تاعي هكذا براحه اليد جيدا، حتى تشوفوا باللي السمن تاعكم ولا الدم تاعكم تخلط مليح مع الفرن. هذا نبسس مليح ونرجع فيما بعد بقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما بسست العجينه تاعي، حنا جبت القليل من الماء، راح نضيف له كميه معتبره من المزهر باش يعطي له هذيك الرائحه، وتجي البقلاوه تاعي ريحتها تشهي هكذا. نعمل حفره هكذا ونبدا نفرغ الماء ونرش ونلم العجينه تاعي حتى تتلم. وكاين بزاف اللي يقول لك العجينه تاع البقلاوه ما تتعجنش، وكون خير العجينه تاع البقلاوه نعلكوها شويه
باش هذاك اللي دام هذا كيتلقى روحو والعجينه كذلك تتلقى روحها. وحبيت نعطي لكم نقطه مهمه جدا، انه العجينه تاع البقلاوه لو كانت بيتوها احسن راح تجيكم البقلاوه تاعها بزاف، العجينه تاعها طريه وكذلك تجيكم سهله كي تعودوا تخدموا، لانه معظم الاخوات تجيهم البقلاوه واعره لانه تتقطع وكذلك ما تدخلش مليح في اله العجين. اذا انا نلم العجينه تاعي ونتلاقاو فيما بعد، بقاو معنا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما بيت العجينه تاعي ليله كامله، هنا العجينه تاعي راهي ارتاحت وراهي واجده باش نخدم بها. اذا انا نحطها بجه نوري لكم دركا كيفاش تخدموا العق. ضروري جدا قبل ما نبدا نخدم العجينه ندير قبل العقده باش تشرب السكر وترتاح كذلك وتولي كما نقولوا تتعسل. اذا اولا هنا انا راح نديرها في صينيه ونخلطها لانه كميه كبيره. راح ناخذ 4 كيلو تاع المكسرات، يعني اي شيء عندكم. هنا راح نديرها بالكاوكاو، طلبي هذه تاع الكاوكاو، هذه الكيلة الاولى وهذه الكيلة الثانية. انا كيفاش درت له حمصته مليح في الفوق، من بعد خليته حتى برد تماما، من بعد رحيته. وهذه الكيلة الثالثة. اذا ناخذ 3 كيلات تاع الكاوكاو وناخذ كيلة نقسمها على 4 تاع السكر، يعني ناخذ الثلث فقط، نعمرها مليح ناحيه 3 كيلات ونخلي كيلة. اذا عندي 3 كيلة تاع الكاوكاو وعندي 4 كيلة تاع السكر، ما ديروش ما تضعفوش السكر بزاف لانه لو كان تضعفو راح تتحرق في الوسط، من بعد تبقى الفوق خضره وفي الوسط خضره وهذاك العقده هذه تتحرق. اذا نخلط المكونات الجافه، راح نضيف لها رشه تاع القرفه، ما تكثرش، تقريبا واحد نص ملعقه تاع القهوه تاع القرفه. وهنا راح ناخذ المزهر. المزهر كي ديروا المزهر ضروري جدا هذه الطريقه، لازمش تشمخوه كما نقولوا حتى يولي عجينه، فقط نرشوه باش هذاك السكر يتشمخ ويدخل مليح في الكاوكاو. هذا ما كان، لانه لو كان تشمخوها مليح تجيكم صعيبه باش تتحكموا فيها من بعد باش كي تحطوها فوق العجينه. لاحظوا معايا شغل انا راح نفتلو، ما نحش كثر، راح ناخذ كميه صغيره فقط. تقريبا واحد فنجان تاع اتاي تاع الماء الزهر. هذا كيما راكم تلاحظوا راح نشمخو فقط بهذه الطريقه، هاديك يبان شغل مفتول فقط، هاديك. من بعد راح نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه يشرب حتى وين نكمل كيما نقولوا كامل الطبقات تاع البقلاوه تاعي من تحت، من بعد نحطو في الوسط نحشي به البقلاوه. اذا نروح مباشره لطريقه التحضير البقلاوه، لان لاحظوا كيفاش العجينه تاعي جي طريه، جي ملسه، جي ما شاء الله. شوفوا الان راح ناخذ كميه تاع العجينه هكذا، فرش شويه تاع الفرينة على طاوله العمل ونبدا نفتحها بالحلال. بسم الله، نفتحها كامل ونحطها بجه، ودائما ناخذ هاد الطروف هكذا نقسمها كامل باش تجي متساويه وتجيني سهله كي نعود نخدم. ومام العجينه ما نقدرش نقعد، عفوا نقعد دائما نعود فيها من بعد تيبس وتولي تجيني صعيبه، يعني ماذا بينا نخبوها هكذا تكون طريه مازال ما تعمرتش فيها الفرينه بزاف، ونحطوها بجه باش تزيد ترتاح داخل الكيس. حنا نكملو كامل الكميه تاع العجينه تاعي، نديرها كامل هكذا وهكذا، ونقعد دائما
نفتح العجينه تاعنا. حتى نكمل كامل العجينه هذه باش نربحوا الوقت، وكذلك خاصه مليحه للنساء اللي ما عندهمش اللي يعاونها. اذا هنا راح نخدم بالماشينه تاع البقلاوه. البلاطو هنايا دهنته بالزبده. الان راح نقطع العجينه هكذا الى نصفين هكذا باش ما تجيش طويله بزاف. نكسلها شويه هكذا باليد ونجوزها فرقم 4 تاع ماشينه تاع البقلاوه. بسم الله انا رجليتها فرقم 4 ونبقى نبيض علي. هكذا نزيد لها شويه تاع الفرينه ونقليها نجوزها في رقم 7 ونبدا نحيد علي الاله تاع العجين ونخدم العجينه تاعها. بسم الله لقيها من تحت باش ما تتكمش ليش. هكذا نتحصل على هذا العجينه رقيقه. نزيد نجبدها شويه هكذا باليد وهكذا باسكو تجي الاستيكي ونفرش هنا في حافه السنيه هذيك حشية الاولى. نزيرها هكذا في الطرف نقطع هذا الزايد نكمل العمليه حتى نكمل كامل نكوش الاولى. اذا هنا كما راكم تلاحظوا هذه نكوش الاولى. انا راح نجيب شويه السمنه نخلطها بالزبده راح ندهن مليح الوجه كامل من الطرف حتى الفوق ندهنها مليح نديرها نكوش لاباس بها تاع الزبده والسمن. من بعد نزيد ندير دوزيام كوش. انا راح ندير 7 تاع الطبقات حتى نكمل كامل 7 تاع الطبقات ونتلاقاو فيما بعد. بقاو معنا. فقط ملاحظه دوك هذه المره درنا افقيا، المره الثانيه نديرو عموديا وهكذا افقيا ثم عموديا. اذا كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما كملت لي 7 كوش تاعي انا نحيت هذاك الطرف هذا قطعته كامل لانه هذا راح نحتاجه باش العقده تاعي ما تتحركش بلاصتها. نعاود هنا نجيب العقده تاعي. بسم الله العقده تاعي يا اخي قلت لكم نديروها على بكري. هنا السكر هذاك طلق روحو تقريبا ذاب تماما. هنا راح نجيب الحشوه تاعي نوزعها هكذا كما راكم تلاحظوا ما نضغطش عليها فقط ب بتاني هكذا بلا عقل بلا عقل حتى تكملي كامل الحشوه تاعك. هنا الكوكو هذاك نفرشه فقط ما نضغطش عليه هكذا بهذه الطريقه. من بعد هنا واش راح نعمل؟ راح نبلي هذيك العجينه لهذا الجه باش الحلوه تاعي او تجي طيبه ما يتسربش هذاك الكاوكاو هكذا لانه هذا روحو كامل طروفه وهنا يمنع باش تخرج العقده تاعي وتقعد حكمه روحها وتجي ما شاء الله. اذا نروح نجيب الان ندير البرومي كوش تاع الطبقه الفوقانيه. نبداها كيما بديت في الاول درت بديتها افقي الان ثاني راح نبدا افقي. بسم الله نكمل كامل طبقه تاع العجينه. هنا الفوق ما نديروش كيما التحت نديرو 5 كوش برك. اذا انا نكمل كامل العجينه تاعي نطلقها في ما بعد. هنا انا راح نقطعها لكن ماناش راح نقطعها على شكل هذيك النواره هذاك اللي تجي هنايا شكل هندسي. الى حبيتوا تشوفوا كيفاش قطعتها على شكل هندسي راح تشوفوا نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف تشوفوا الطريقه اللي قسمتها خطره لانه مولات هاد الحلوه قالت لي ما لازمش تقطعيها لي هكذاك باش ما يكونوش طرف بزاف. حقيقه صح عندها الحق لانه ساعات كي نقطعوها بهذاك الشكل الهندسي راح يبقى هنايا راح يتخسر لكم بزاف حبيبات يروحوا في الفيد. اذا هنا راح نقسمها عادي كما نقسموا الكاريه
بقلاوة عادية بسم الله. راح نبدأ نقطع قبل هكذا، نبدأ من الوسط بسم الله. نقسمها هدية، نقسمها هكذا بالطول، ومن بعد نعاود نقسمها افقيا يعني. اذا نكمل نقسمها ونتلاقاو فيما بعد. بعد نبدا هنا نقطع افقيا، شوف هنا كيفاش قطعت لي كمية كبيرة ما شاء الله. الان راح نضيف هنا حبيبات تاع الكاوكاو، دائما حسب طلبيه تاع الزبونه نحط كامل الحبيبات تاع الكاوكاو من الفوق ونكمل نرجع فيما بعد. من هنا راح ندهنها كامل بالزبده من الفوق، من بعد ندخلها لفرن ساخن 180 درجه، نحطها الفوق كامل حتى تلاحظوا باللي دخلها، عفوا دخلها طياب كامل من التحت، من بعد تشعلوا لها من الفوق تخلوها تاخذ فقط اللون الذهبي، من بعد تعسلوها مباشره. العسل تكون برده والبقلاوه هذه تكون سخونه. اذا انا نديرها طيب، نطلقوا بعد ما طيب نقدمها لكم على مائده التقديم. اذا كما راكم تلاحظوا النتيجه اللي تحصلت عليها نتيجه ولا اروع، تجي مرقه ما شاء الله. كما راكم تلاحظوا النتيجة راهي أمامكم. درت زوج سنيوات، سنيوة زينتها من فوق باللوز والسنيوة زينتها بالكاوكاو. شوفوا نقرب لكم هكذا باش تشوفوا التوريق، ها هو. تبعوا فقط الطريقة وإن شاء الله تنجحوا فيها. إذن راح نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى، السلام.